تحذيرات قوية وتوقعات خطيرة من ميشيل حيك للدول العربية. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات 2021 وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة معانا توقعات ميشيل حيك للدول العربية للنص الثاني من عام 2021 والتوقعات الخطيرة اللي بيتوقع حدوثها في نهاية العام. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو بتشوفنا لأول مرة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. هنبدأ معاكم بتوقعات ميشيل حيك لليمن. بيتوقع انه في مكان من الاماكن بتخوض جماعة الحوثي معركة سلام مش حرب ومش استسلام. خبر الاخبار اليمن راح يتنقل من مقر اقامة الحوثي والحوثي مر من هنا. تغيير المعادلات اليمنية، رحيل شخصية يمنية بارزة والرئيس عبد رب منصور يتأرجح بين الصحة والامن. اليمن من أتون نار إلى بوادر مصالحات ومصافحات. أما عن توقعاته للسودان فبيتوقع أن بشير السودان وعصاته في مقدمة الخبر. حركة سودانية بين حركة الانتفاضة والتمرد. من قلب مشاكل السودان تعود السودان مصالحات واسعة. انطلاقة مرحلة الإعمار والإنماء السودانية والسودان من قلب المشاكل سنراها قبلة الأنظار للسياحة العالمية المتجددة. أما توقعاته لليبيا فبيتوقع أن اسم سيف الإسلام واسم شقيقته عائشة بيشغلوا من جديد مساحة ليبية واسعة. تبدل الصورة وهنشوف بعض المواقع الليبية منقلبة رأسا على عقب. يتلقى السلك الدبلوماسي إشارات خطرة واحدة منها بتتحول لكتلة نار. أزمة عنوانها السراج داخل الحكم وخارجه، وحفتر في مهب القرارات الدولية. أما توقعاته لسلطنة عمان فبيتوقع إنجازات هتحمل توقيع مشترك مزدوج عماني إماراتي، ورهان بحر واسع على سلطان عمان، وموجة اطمئنان على السلطان والسلطات والأسرة الحاكمة. أما توقعاته للجزائر فبيتوقع طاقات شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية بتلامس العالمية. حالة من الغليان داخل وفي محيط أحد السجون الجزائرية. الأعلام الجزائرية لا ترفرف على مدى كام يوم. خرق خطير يفرض طوق أمني بأمر قيادي. صخب إعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد. الدبلوماسية مهددة على أرض الجزائر. الجزائر ستكون عاجزة عن تحصين كل حدودها. أما توقعاته للمغرب فبيتوقع ضجيج إثر إصابة وجه معروف وصاحب شهرة على أرض المغرب. ازدياد ظهور ظاهرة اللجوء إلى المغرب لأهداف مختلفة من قبل أسماء وشخصيات كبيرة. أمر طارئ بيستدعي استبعاد الملك من مكتبه لفترة. تحصد الرياضة المغربية جوائز كثيرة بتحفر اسمها في سجلات التفوق العالمية. بتتحدى المغرب إرهاب كورونا وإرهاب المنظمات وأضرار ضخمة بوسيلة إعلامية مرتبط بها. عالم الأزياء والموضة بالمغرب يتصدر للعالمية. رمال متحركة بين مراكش وكازابلانكا. أما توقعاته للعراق فبيتوقع أن القادة العسكرية الأمريكية بتستلم أهداف موجعة وأن قائد الحزب الشعبي وحزب الله العراقي في معارك مفصلية ومصيرية تحمل دم وضحايا. المنطقة الخضراء ببغداد ستكون على موعد مع التصفيات وإعادة الحسابات. سيحاول الكاظمي الصمود أمام اهتزازين، واحد منهم طبيعي والثاني أمني. زيارة كاظمية بتولد غليان. استهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي. تهتز العراق إثر اهتزاز القشرة الأرضية وسبر مائي مرعب. استهداف مقام ومقامات دينية والتداعيات حدث ولا حرج. قادة عين الأسد العسكري في عين العاصفة الحربية. تواصل ثوري ومخبورات مشتركة بين العراق ولبنان. يقفز مقتدى الصدر من نقطة السلم إلى نقطة اللاسلم. بعد كده هنروح لتوقعاته للبحرين فبيتوقع جمر بالبحرين وغليان على أراضي في المطار البحريني. محاولات لفرض وضعية جديدة داخل السجون البحرينية. مخطط لحجز حريات ونيل من شخصيات معروفة.
وزير خارجية البحرين في مهب المخاطر، مجموعة من التحديات السياسية والصحية بانتظار ملك البحرين، حركة تجارية واسعة داخلية وخارجية لاستثمارات ضخمة وملفتة لمياه الجزر البحرينية. بعد كده هنروح لتوقعات لتونس. بتوقع انه لبعض الوقت بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه الى المواجهة وموقع اجرامي. يدفع الغنوشي اثمان غالية مقابل خطواته وقراراته. حداد في تونس ويصاب الاعلام التونسي بجرح بليغ. مناصب عسكرية وأمنية تسند إلى المرأة التونسية. علامتين استفهام حول طائرة تونسية وحول مطار. تترافق الهزات الأرضية والأمنية مع الهزات السياسية والاقتصادية. قبضة حديدية على بعض الرؤوس والجماعات الإرهابية وانتكاسة ترافق إحدى خطابات الرئيس التونسي. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايك لقطر. بيتوقع ان برنامج فوق السلطة اللي بيعرض على قناة الجزيرة مقدم البرنامج بيدخل في نوبة كريزة. خبر سريع عن ناصر عطية وسباق الرالي. امير قطر موجه وهداف في الحرب والسلم. عملية استباقية بتطال احدى اهداف الالعاب الاولمبية. لفتة فوق العادة تجاه لبنان. خطوة قطرية بالمقابل خطوة مصرية والهدف فتح نافذة بين البلدين. بصمات إرهابية من نوعية محيرة في مواقع قطرية حساسة. بيحير أمير قطر العالم بغرابة مواقفه. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايك للكويت. تحطيم رؤوس بالكويت وأرى في المفكرة الكويتية أكتر من أمر. الأول تأثر مجلس الأمن الكويتي ورئيسه مرزوق الغانم بعاصفة تهب منه وعليه، والتاني حزن جديد بيخيم فوق الكويت، والثالث تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغييرات جذرية حول هوية الكويت. محاكمات قاسية وأحكام لا ترحم أحد. طابور خاص بيتسلل وبيشق طريقه في أركان الحكم. رح يضطر أمير الكويت أن يحمل أعباء اليوم وبكرة واللي هتظهر أثرها على صحته. في صورة مفاجأة بتقع جماعة إرهابية بتحاول تهز جانب من الأمن الكويتي الداخلي. على خطى سلفه بيحمل أمير الكويت بجدارة مش على السلام، وبيدفع بشراسة إيجابية دفة المصالحات العربية في انتظار أمير الكويت والكويت جوائز ضخمة. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ميشيل حايك والمخاطر اللي ممكن تتعرض لها الدول العربية في النص الثاني من عام 2021. بنتمنى يعم الخير والسلام لكل ربوع الدول العربية والإسلامية وكل العالم. بشكركم على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.